في المستهل أود أن أشكر رئاسة مالطا لعقد هذه الجلسة الهامة. لقد اعتمدت الجمعية العامة للتو قراراً حول مبادئ السلام الشامل والعادل والدائم في أوكرانيا، وقد وقفت 141 دولة عضو بجانب ميثاق الأمم المتحدة، في حين وقفت 7 دول إلى جانب روسيا. ما من حاجة لأي تفسير أكثر. يعتمد القرار نفس المغزى الذي يعتمده الرئيس زيلنسكي في صيغة سلام، فالهدف هو وضع خطة من 10 نقاط تستعيد احترام سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية وفقا لحدودها المعترف بها دوليا، في امتثال تام لميثاق الأمم المتحدة الذي التزمنا جميعا باحترامه وإعلائه. بإيجاز، هدف الخطة هو إخراج روسيا من أوكرانيا وتحويل العالم إلى مكان أكثر أمناً. من البديهي أن أي مقترحات سلام جديدة يجب أن تتسق الآن مع المطالبات الواردة في القرار. ندعو كافة الدول من ربوع العالم أسره تيسير تنفيذ القرار وصيغة السلام. نحتاج للعمل معاً وبسرعة. وضمانا للأمن والسلام النوويين من خلال دفع روسيا للانسحاب من احتلال محطة زابوريجيا النووية المحتلة بشكل غير مشروع، ووقف هجماتها الصاروخية التي تهدد تلك المحطات في ربوع أوكرانيا، ولتجنب تهديد الجوع يجب دفع قطبا مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود، وتصدي لجهود روسيا لتقويضها وتطوير مبادرات أوكرانيا للحبوب. ولمنع أزمة طاقة يجب وقف الإرهاب الصاروخي الروسي ضد البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا. أما لحماية البيئة، فالقصف الروسي حرق الملايين من هكتارات الغابات الأوكرانية، مما يهدد جهودنا الرامية إلى التصدي للاحترار العالمي. ولكن في المقام الأول يجب إنقاذ الناس، حياتهم وحقوقهم تقع في صلب مناضلتنا للسلام. فحجم الأزمة الإنسانية التي تمخضت عن عدوان روسيا ضد أوكرانيا عظيم، وهنا أود أن أسلط الضوء على واحدة من الوقائع المروعة العديدة. تنفذ روسيا الآن في أوكرانيا ما يعتبر أكبر حالة لاختطاف الأطفال برعاية الدولة في تاريخنا الحديث.